في أكتوبر، 9 أكتوبر تشرين الأول عام 2020، حدثت مجموعة كبيرة من الحرائق في منطقة الساحل السوري بشكل عام، وهي منطقة كثيفة شجريا وتضررت فيها أرياف عديدة من أبرزها ريف القرداحة، كلماخو، باست قطوية، الفخورة، خربت القلعة، جبل 40، في جبل سريبون، السخانة، ظهر بركات، بيت يشوط، الندرسي، حميمين، وادي قنديل في اللاذقية، والشيخ حسن، وأم طيور باللوران، ومسبح هاواي، والبسيط في الحفة، باب حالو، صنوفي، قلعة صلاح الدين، بكاس، شير، القاف، في ريف طرطوس، وادي جويبات، المرقب، زغرين، نخلة اللفارة، وادي رأس النبا، ومشتى الحلو. في حيف ريف حمص أيضا تضرر، وادي تل كلاخ أيضا تضررت، مناطق عديدة من الشيخ حس من الحصن والحواش وعناس. طبعا تلك المناطق هي مناطق ذات كثافة حراجية كبيرة جدا في سوريا، ولطالما حدثت بها بعض الحرائق البسيطة لكن لم تحصل بهذا الشكل الكبير، والسبب الرئيسي مستوى الجفاف الكبير، بالإضافة لنسبة الرياح القوية في ذلك الوقت من العام. السلطة السورية تعاملت مع الموضوع بشكل مختلف وادعت أن هنالك مؤامرة خارجية هدفها حرق الساحل السوري كلياته، وذلك نراه في تصريح رئيس الأمن الجنائي في اللاذقية. يوم الجمعة من تاريخ 19 من هذا العام علمنا عن نشوب العديد من الحرائق في أرياف محافظة اللاذقية، تم إرسال العديد من الدوريات حفظ النظام وباقي الوحدات لمؤازرة رجال الإطفاء، حيث ساهموا بإطفاء العديد من الحرائق المذكورة، وقمنا نحن بإرسال عدة دوريات، حيث تم الاشتباه بثلاثة أشخاص تم إلقاء القبض عليهم وإحضارهم لمركز الفرع، ومصادرة عبوات بلاستيكية منهم ودراجات نارية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على إضرام النار بالأراضي الزراعية بالاشتراك مع آخرين، وبتوجيه وتخطيط من أشخاص آخرين. على الفور تم إلقاء القبض على باقين، حيث بلغ مجموع الملقى القبض عليهم 39 شخص ما بين ممولين ومنفذين ومخططين، كانوا يتلقون الأموال من جهات خارجية. والتحقيق مع المنفذين اعترفوا بإقدامهم على أضرام النار بالمواقع التالية: ريف منطقة. اللافت للنظر في تصريح رئيس فرع الأمن الجنائي أنه قال أن الشخصيات الثلاثة الذين تم إلقاء القبض عليهم كان بحوزتهم عبوات بلاستيكية تحوي مادة البنزين المشتعل. الحديث بفرض أي شخص كان يفكر أن منهم أن يلقي تلك العبوة ويشعل فيها النار، هل يريد أن يحتفظ بعبوة البلاستيك ويعيدها إلى منزله؟ يعني هنالك بعض التصريحات الغريبة من السلطة السورية لإطفاء حالة الهلع، وأن هنالك مؤامرة خارجية هدفها إقصاء البنية الشجرية في سوريا، وليس هنالك حالة إهمال من الدولة السورية حول ذلك الأمر. أيضا في تصريحه هنالك أخطاء كبيرة، ومن أبرز تلك الأخطاء كما نعرفها بشكل تفصيلي أن السلطة السورية تأخرت في عملية النجدة لتلك الأرياف المتضررة. على العكس، مدة اليومين الأوليين الناس هم تلقاء نفسهم قاموا بذلك بعملية محاولة إخماد الحرائق، ولذلك تضرر عدد كبير من السكان لأنهم لا يمتلكون خبرة، كانوا يستخدمون أدوات بسيطة جدا جدا في عملية التقصي، عملية إخماد النيران. فرق الإسعاف وفرق الإطفاء بالتأكيد تدخلت بذلك الأمر، لكن الجيش تأخر حتى اليوم الثالث حتى سمح له أن يدخل ويساعد في عملية الإخماد. اللافت للنظر أيضا أن الطيران الروسي الموجود في سوريا والذي يقدم خدمات هائلة للنظام السوري في قصف المعارضة المسلحة في ريف إدلب، وأيضا بعض الجماعات الراديكالية التي نراها في مناطق مثل ريف تدمر البادية السورية، لم يتدخل في عملية إخماد النيران، وذلك كان أمر ملفت. ولماذا لم يتم
لا أدري، علما أن الرئيس الروسي بوتين صرح في السابق أنه على استعداد أن يرسل في يوم واحد كمية كبيرة من الطائرات السورية إن اقتضى الأمر في العملية العسكرية. إذا بالعمل العسكري هو يتدخل، لكن في العمل الإنساني لا يقدم أي شيء. هذا الأمر المهين بالنسبة لنا كسوريين، أن هذه القوة الكبيرة الموجودة في سوريا لا تقدم أي مساعدة للسوريين. نأتي الآن إلى الجانب القانوني. في الجانب القانوني نرى أنه مواد الحرائق التي تتعلق بقانون العقوبات هي تمتد من المادة 573 إلى المادة 80 كما نراها الآن هنا. تلك العقوبات تتراوح فيها، مثلا نرى هنا العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات. لدينا أيضا عقوبة تطيل إلى مدة 2 عامين، وهنالك بعض العقوبات التي تنص عليها إذا تسبب ذلك في ضرر ووفاة تؤدي إلى العقوبات المذكورة وفق التصنيف إذا حدثت في عاهات دائمة. وفاة إنسان، عقب المجرم بالإعدام في الحالات التي نصت على المادة 573 و574. هلأ اللافت للنظر أن من يصرح في تلك الأمور هو الأمن الجنائي وليس الجهة القانونية المختصة. ووفق رأي خبيرة في القانون الدولي وهي قاضية سابقة، سأسمعكم الآن تسجيل ماذا صرحت تماما. مضبوطة، فيها حريق متعمد، كنا نحولهم فورا للقضاء العسكري. هي حسب ذاكرتي ومتأكدة منها، كنا نحولهم للقضاء العسكري إلا إذا حرائق كتير بسيطة. فكانت وقتها، يعني هي عم بقول لك الحكي قبل 2012، كانت من اختصاص القضاء العسكري. فأنا الحقيقة ما بقدر أعطيك هيك جواب يعني واثقة منه، لأن لا بعرف الحقيقة، لأن بتتعلق كمان بالمساحة المحروقة، إذا في نجم عن الحرائق وفات أو لا أو شيء. وبرجع بعد لك إنه أنا ما عندي اطلاع، من يعني 2012 ما عندي فكرة عن القوانين اللي صدرت جديدة. فعليا ما ذكرته القاضية تم التقصي منه، وأنه لا يوجد أي مواد جديدة متعلقة في الحرائق. لكن ما يحدث في سوريا أن جهاز الأمن الجوي هو يسيطر على جميع المفاصل في الدولة بما يتعلق بالشق الأمني، لكن في الشق الذي يتعلق بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيره جميع الفروع تتدخل، وتحديدا في ملف الجرائم كما أظن أن للمخابرات العسكرية اليد الطولة فيه. علينا الآن أن نستمع لبعض الشخصيات الذين تم اتهامهم بأنهم هم مجرمون وطالهم عقوبة الإعدام كما قيل. علينا أن نركز على تعابير الوجه لديهم لأنها دلائل مهمة جدا تمكننا من فهم ماذا يحدث، مع عدم نسيان ما صرح به رئيس الأمن الجنائي. شغل أن يتسبب بكارثة من نوع آخر. هدفنا بأنه الزيتون مثل البترول، الزيتون مثل البترول، وقصدنا بأنه تدمير البلد. هدف الحريق نخرب بيوت الناس أو اقتصاد سوريا. علينا هنا أن نركز على نظرة العين الموجودة، العين اليمينية لدى المتكلم الأول المسمى زهير. كيف رفع بحاجبه، وهذا يدلل أنه يقرأ شيء من نص موجود، وهو أمر متعارف عليه. حتى أيضا في عمليات التسجيل قد يتم ذلك الأمر، لكن كما هو واضح لدينا أنه يتم تلقينه. أيضا بالنسبة لمواطن عادي أن يتكلم عن الاقتصاد السوري وأنه يسعون لتدمير الاقتصاد السوري وتدمير كذا، الآن علينا أن نفهم أن تدمير الاقتصاد السوري كحالة عامة ماذا تتوجب أن تأخذ النتيجة لديها. الآن سنسمع بعض شخص آخر من المتهمين ونتفاجأ بأنه تقاضى فقط $1000. اسمعوا جيدا. منها تشتيت الجهود ولفت الأنظار عن جريمة أكثر بشاعة ودموية كانت تدبر في الخفاء. في عالم طلبوا مني من دولة تانية، قالوا لي خد مبلغ $1000 بس سموا منا، حط لنا سم بالمية السن وبسد الحفة. أي يحاول النظام السوري أن يقول أن الملف
الحرائق هو غير الملف الرئيسي هنالك، كان عملية مطلب تسميم المياه الشرب نبع السن والحفة، وذلك إذا حاولنا أن نفهم الفكرة الأساسية لماذا يتم تسميم وبنفس الوقت الحرائق. كان بالإمكان عملية التسميم وهي أسهل بكثير أن تضع مجموعة من المواد الملوثة في السدود، وذلك أسهل من عملية الحرائق، ولكن دائما البروباغاندا الذي يفتعله النظام يحاول أن يربط عدة ملفات ليجعل أننا أمام وحش كاسر، وهذا الوحش يهدف إلى تدمير الدولة السورية، وأنهم ناجحين في إدارة الملف السوري وأفشلوا تلك المخططات الخارجية، ولا يعترفون بالشيء الأساسي أن السلطة السورية بحد ذاتها لم تقم بعملية ملء السدود بشكل جيد، والكثير من الموظفين تسربوا عن عملهم في ذلك العام. أيضا لم يتم توزيع المياه بشكل عادل على الأرياف السورية بشكل متوازن. أيضا المناطق الحراجية لم يتم تمديد بعض المياه لديها لها من أجل ضمان عدم جفاف التربة فيها. تلك الأمور هي أمور مسلمات يجب أن تعتمدها أي دولة من الدول التي لديها مساحة حراجية ضخمة. أيضا من زاوية ثانية، في سوريا يوجد تاريخيا مجموعة من الشخصيات التي تقوم بعملية حرق ممنهج للحراج المجاور لأراضيها الزراعية من أجل زيادة المساحة الزراعية الموجودة لديها، ودائما هنالك مصلحة الحراجيات التي تراقب الحدود الحراجية بشكل دائم، ولديها موظفين كثر ولديهم رواتب من الدولة السورية. لكن ما يحدث مؤخرا أن الرواتب لا تكفي الموظفين، والكثير منهم يتسربون من عملهم، وأيضا لا يقومون بعملهم بأداء جيد، وقسم منهم باتوا يقومون بعملية بيع الحطب أي التحطيب من الأشجار التي تم حرقها، والآن يباع الطن الواحد من الحطب بمبلغ 170 دولار، وهذا سمح لعدد كبير من الميليشيات أو الشخصيات المسمات الشبيهة عنا في سوريا أن تبدع مجال اقتصادي جديد لديها، وهذا المجال الاقتصادي يدعمهم ماديا بالإضافة للدعم الذي تحصل عليه من خلال المعابر الحدودية بينه وبين مناطق المعارضة، وعند دخولهم لبعض المدن وبعض البلدات، بالإضافة للأتاوات المالية التي يحصلون عليها من مناطق أخرى. اليوم ما يتم بسوريا هي عملية سياسة ممنهجة بقصد أو بدون قصد، لكن أجل إفشال كل شيء جميل في سوريا وإبقاء صورة وحيدة، وهي صورة النظام السوري وصورة حافظ الأسد وبشار الأسد. على المجتمع الدولي التحرك بأي شكل من أجل وقف بطش هذه السلطة، لأن هذه السلطة نكرة لحق الإنسان بالحياة وحقه بالجمال. فهذه السلطة مثلا الآن تقطع الكهرباء بشكل متواصل عن السوريين، وتمنع عنهم المياه من أجل عمليات الاستحمام في بعض المدن السورية. أيضا هنالك غياب خدمات حقيقية في سوريا، والترويج واسع جدا من أجل دفع السوريين لشراء المنتجات التي تبتكرها المؤسسات التابعة للسلطة، من حيث أنهم يسعون الآن للطاقة الشمسية والطاقة البديلة بمؤسسات تابعة لإسماعيل الأسد وبشار الأسد. تلك السلطة لا يمكن حلها ولا يمكن إيجاد أي منفذ قانوني لديها بحيث يعاقبها، بحيث يضعها في مسار العدالة الحقيقي. كسوريين نشعر بالخجل من هذه السلطة، لأن على الأقل لا تعترف بأخطائها، ولا تعترف بأنها مذنبة، ولا تعترف بأنها فاشلة في أداء عملها. ومن زاوية ثانية هي تتهم الآخرين بأنهم عملاء وإمبرياليين وغيرها من التهم الجاهزة التي تؤدي إلى النيل من هيبة الدولة السورية، وهذه التهمة تؤدي للإنسان بعقوبة الإعدام. الشخصيات التي تم اعتقالها كما توضح لدينا أنهم أحدهم صرح بأن العدد هو 35 شخص مرتبطين فيها، في حين أن رئيس الأمن الجنائي صرح بأنهم 39
شخص بين ممولين وغيرهم. من الأسماء التي وضحت لدينا في عدد من الفيديوهات جمال علي حسن، وأنه تواصل مع الممول الأساسي لديه الذي يسمونه في الفيديو أبو زهير، أيضا ناظم علي الأخرس، وعمه زكريا وعمار، أيضا زهير جمعة فارس، وهو أيضا من الشخصيات الذي تم وضعه كمخطط، وليد جوهر فارس، وأيضا كان مضحك وأوردته بالفيديو السابق، الآن العز علي فارس، وهذا الشخص أعطى شخص آخر مبلغ 200,000 ليرة سورية من أجل أداء عملية الحرائق. أكيد أن الأرقام مختلفة تماما لو كانوا متعاملين مع جهات خارجية وجهات دولية وغيرها. أيضا مبلغ $1,000 من أجل تسميم السن، يعني السن التي تغذي مدينة اللاذقية وجبلة، فقط $1,000. هذا الأمر غير منطقي، لأن كمية الملوثات التي يجب أن توضع في السد تتجاوز الأطنان من أجل ضمان عملية التلويث. لذا كل هذه القصص هي قصص رمزية، هدفه الأساسي من السلطة وضع شيء وحيد، أنهم غير مخطئين، وأن المخطئ الأساسي هو الجهات الدولية التي تزرع ما يسمى المؤامرة في سوريا، ولكن في الحقيقة المؤامرة الوحيدة هي على الشعب السوري بوجود هذه السلطة الغاشمة، السلطة الفاقدة لحس الإحساس والمسؤولية. دمتم بخير.